أشرف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري بجامعة محمد بوضيف بالمسيلة أشرفا على افتتاح يوم دراسي بعنوان التقاضي الإلكتروني. الندوة تهدف إلى نشر ثقافة التقاضي الإلكتروني بما يسهم في تبسيط إجراءاته وتذليل العقبات التي تعترضه. وبالمناسبة ذاتها أكد وزير العدل حافظ الأختام أنه سيتم تدعيم الجهات القضائية ب500 قاض تلقوا تكوينا في المدرسة العليا للقضاء. التزاما بالبرنامج الرئاسي في شقه المتعلق بمراجعة أساليب العمل وتسيير الجهات القضائية وتحسين أداء المرفق القضائي، فقد اتجه القطاع العدالة إلى العدالة الإلكترونية، إذ تبنى استراتيجية خاصة بهذا التحول الرقمي تقوم على استخدام الوسائل التقنية الحديثة وتكفل في ذات الوقت الانتقال الآمن للمعلومات بصفة آنية نظراً لسرية المعطيات القضائية وخصوصيتها. التقاضي الإلكتروني يجب من رؤية شاملة ودقيقة، وكذلك ماذا ينتظر المتقاضي وما هي توقعات المتقاضي من رقمنة الإجراءات القضائية، وبالتالي يجب أن تكون هناك قيادة تقود الرقمنة والتقاضي الإلكتروني.